دلوقتي بقى الوصفه الثانيه، البطاطس اللي في الفرن حلوه قوي. ايه قصتها بقى؟ انا معايا بطاطس مسلوقه ومتقطعه مكعبات، بنسلقها عادي. انا اهو ميه سخنه عندي، هحط لها ملح، معلقه كبيره كده من الملح في الميه السخنه، وهحط البطاطس اللي متقطعه اوريدي مكعبات. قطعها مكعبات كده، ايه، ما تبقاش كبيره قوي ولا صغيره قوي، حسب يعني ايه ذوقكم في الاكل. تمام، مكعبات لطيفه كده، وهننزلها في الميه السخنه اللي بتغلي الحلوه دي اللي احنا حطينا فيها معلقه كبيره من الملح اهو كده، علشان البطاطس ايه تاخد لها سلقه كده في حدود مثلا 8-9 دقائق، نص سلقه، علشان بس ما تاخدش برده وقت مننا كبير في الفرن. دي اول حاجه بنعملها البطاطس. معانا بقى ايه؟ بعد ما بتخلص البطاطس وتتسلق وتبقى حلوه كده، بنحط عليها ملح، معلقه صغيره من البيكنج سودا. بيكنج سودا اللي هي بيكربونات الصوديوم اللي احنا بنحطها في الطعميه. البيكنج سودا بتبقى حلوه جدا بعد ما البطاطس بتدخل الفرن، بتخليها هشه قوي. تمام، بنحط كمان زيت، تقريبا 5-6 معالق زيت، في حدود يعني ربع كوبايه او فنجان قهوه صغير من الزيت. تمام، معانا كمان روزماري، معانا فصين من الثوم المفروم، ممكن نستبدله بمعلقه من الثوم البودره. ما قلنا ملح وفلفل طبعا، وشويه بقدونس بقى وبس، ولا اي حاجه تانية. وبتطلع يا جماعه حلوه وخطيره ومناسبه جدا في الوقت الواحد بقى فيه جعان وعايز ياكل حاجه بسرعه كده، يقوم مظبط موضوع البطاطس ده. اول حاجه هحطها الزيت زي ما اتفقنا، تقريبا في حدود فنجان من الزيت او ربع كوبايه كده. انا بحط اهو بس كده، هنحط ملح وفلفل، ملح وفلفل، وهنحط الثوم المفروم زي ما اتفقنا. احنا ممكن نستبدل الثوم الفريش دوت بالايه، بالثوم البودره كده. نقلب الثوم كده مع الزيت والملح والفلفل زي ما قلنا، معلقه صغيره من البيكنج سودا اللي هي بيكربونات الصوديوم، ومعانا روزماري مجفف اهو، ممكن نحط زعتر كمان لو حابين. انا عايزه اكتر الزيت شويه بس كده، كده اهو، شويه بقدونس، نقلب كده. احنا عملنا ايه التتبيله، ومعانا بقى البطاطس المسلوقه اللي متقطعه مكعبات، ننزل بقى بيها كده اهو، ونقلبها. يا سلام، بصوا اصلا شكلها دي بقى لما تترص في الفرن وتدخل فرن سخن درجه حراره 200 في الرف اللي في النص، تاخد لها تقريبا ربع ساعه بس البطاطس كده ايه تلون كده وتحرمش. متخيلين بقى تبقى عامله ازاي؟ طعمها بيبقى رهيب كده. واجيب صينيه فرن اهو، خليها جنب هنا بس كده. الشكل الحلو ده، خلوش بس كده البطاطس تبقى فوق بعض، لا ادوا كده مساحه ليها علشان تقرمش وتاخد لون حلو من جميع الجهات بس كده. فرن سخن درجة حرارة 200 في الرف اللي في النص، ربع ساعة كده هيبقى شكلها باين قوي انها ايه اتلونت وبقت خطيرة شبه الحلوة اللي احنا حطيناها في الطبق الكبير اللي هناك ده. مش قادرة اقول لكم بقى، فظيعة ومقرمشة، والبيكنج سودا عاملة لها كده طبقة كرانشي وكمان مفرغة، حلوة قوي قوي قوي. جربوها ان شاء الله يا رب تعجبكم.